مرحبا بكم في حلقة جديدة ديال جارية جاري. ضيف حلقة اليوم الفنان الشاب حميد الحضري. شوفوا بعينيكم وش حال جميلة، كلمة تنحبك فيها قليلة. إذا كان الواحد كيبغي شي واحد من الأحسن يقول له أنا كنبغيك وما يخاف حتى من شي حاجة. ولا كان عنده شي خوها مقدر. أنا في موريتانيا مرة في حياتي شفت واحد متوتر. الناس ديال الشمال مهدنين. إلا مشيتي الشاون مثلا ستريس ما كاينش تقريبا، ستريس زيرو. جيت للدار لقيت الموالين الدار كلشي تيبكي. مالكم؟ نقزات لي الوالدة قالت لي اسكت يا ولدي خلود الدولة المزرعة وأنت عندك فيها النص. خلود